يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نبارك لكم قرب حلول ذكرى مولد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونسأل الله عز وجل أن نكون من شيعتها قولا وعملا. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: للظالم من الرجال ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية، ومن دونه بالغلبة، ويظاهر القوم الظلمة. من هو الظالم الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذه الكلمة؟ أحياناً الإنسان قد يصدر منه موقف ما تجاه الآخر، ولكن هذا الموقف يكون عفوياً غير متكرر، بحيث يترتب على هذا الإنسان أن هذا الإنسان ملتزم بهذه الصفة أو أنه مبتلى بهذه السلبية. على سبيل المثال، الأب لربما في موقف ما نتيجة بعض شيطنات الأطفال وكذا وحركاتهم لربما يعاقب أحد أبنائه الأبرياء في هذا الموقف. هنا وقع تصرف ظالم من الأب تجاه هذا الابن، والأب قد يكون محسناً تجاه أبنائه، ولكن في هذا الموقف أخطأ ولم يحسن التصرف. في مثل هذه الحالة الإمام عليه السلام لا يتحدث عن هذا النموذج الذي يرتكب صفة هذا الفعل أنه ظلم، ولكن هذا الإنسان لا يتكرر منه ذلك ولا يعرف بمثل هذا العمل. هذا النموذج خارج عن كلام الإمام. إذن عمن يتحدث الإمام سلام الله عليه؟ الإمام يتحدث عن إنسان يصدر منه الظلم في ثلاث حالات. الحالة الأولى عندما يكون هذا الإنسان في المرتبة الدنيا الأدنى من الآخر. واحد يقول كيف ممكن هذا يظلم وهو الضعيف أو الأدنى؟ الإمام عليه السلام يقول: يظلم من فوقه بالمعصية، بمعنى مثلا صاحب العمل يأمر هذا الموظف أو المستأجر عنده بتنفيذ مجموعة من المهام في مقابل ما يناله من أجرة أو راتب أو غير ذلك. عندما يتمرد هذا الموظف بشكل مستمر، عندما تصدر منه حالات العصيان لهذه الأوامر التنفيذية في أجواء عمله، مثل هذا الإنسان وهو الضعيف ظلم من هو مسؤول عنه وهو في الموقع الأعلى وبالتالي يعصي. أو مثل هذا الإنسان في علاقته مع الله عز وجل، لا شك أن كل المخلوقات هي في المرتبة الدنيا والأدنى بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، فعندما تصدر المعصية وتتكرر من هذا الإنسان الضعيف تجاه خالقه عز وجل القوي والمنعم عليه، لا شك أن هذا الإنسان في مثل هذه الحالة أصبح بصفة الظالم. ثم يأتي وضع آخر تجد فيه هذا الإنسان يكون في الموقع الأعلى، وحين ذاك يعود وتصدر منه تصرفات تبين أن هذا الإنسان ظالم. يعني المسألة هي وجود عقدة ما في هذا الإنسان، خلل نفسي ما موجود في هذا الإنسان يدفعه مع تبدل الأحوال وتغير الظروف إلى أن يظلم بالصور المختلفة. فعندما يكون قويا سيظلم أيضا، لماذا؟ لأنه في الموقع الأعلى وبالتالي يستفيد من قوته المادية أو قوته الجسدية،
أو من قوته الاعتبارية كعنوان الأب أو صاحب العمل أو غيره، ويظلم هذا الضعيف بالقهر أو بسلب الحقوق أو بسلب الممتلكات أو بالاعتداء الجسماني أو بغير ذلك. ثم الحالة الثالثة التي تحدث عنها الإمام علي عليه السلام، وهي أخس الصور في الظلم. لماذا أخس؟ لأن هذا الإنسان في بعض المواقف لا ناقة له ولا جمل فيه هذا الأمر، ومع هذا يظلم، بحيث أنه يعين الظالمين على ظلمهم دون أن يعود عليه هذا بمنفعة، ولا تكون القضية تمسه لا من قريب ولا من بعيد، ولكن هو من الداخل يعيش مشكلة ما، بحيث أنه يستسيغ فعل الظلم حتى لو لم يكن هذا الأمر يتعلق به، ولذا يعين الظالمين في ظلمهم، يظلم من فوقه بالمعصية ومن دونه بالغلبة، يظاهر يعني يساعد ويعين ويقوي، ويظاهر القوم الظلمة. وهذه أخس الصور. هذا الإنسان عندما تدرسه في هذه المواقع الثلاثة وتجده بهذه الصورة، الإمام عليه السلام يقول هذا الإنسان إنسان ظالم، وعليك أن تحذر من مثل هذا النموذج من البشر. إن الإنسان قد لا يكون في الموقع الأعلى الذي يجعله ظالما من خلال ظلم من هم أدنى منه، ولكنه مع هذا لا يكون بمأمن من أن يكون ظالما حين يظلم وهو في الموقع الأدنى، أو من خلال إعانة الظالمين في ظلمهم. وقد قال الله عز وجل ولا تركنوا، يعني بالمجاملة وبالميل إلى الظالم وبمحبة الظالم وفعل الظالم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.